هلو يا معشر الباندا، اليوم جيتكم وما جيتكمش وحدي، جبت لكم معايا شحنة طاقة، اخراج، انتاج، سيناريست، تغني، تشطح، ما خليت ما عملت، جبت لكم معايا شهرزاد بوغامي. شنيا امورك؟ الحمد لله. ماشي الدنيا؟ ماشي. اش فما جديد؟ احكي لي ابدا انت احكي لي قبل ما اني نسالك. منين تحبي نبدا نحكي لك؟ بالقلب. حرقت المراحل الكل. نورمالمون باش تبدا بسؤال اخر، بديت انا بالقلب ديريكت. قلب شنو حوالو؟ مضطرب. حس تحرياتنا يوم 17 جانفي 2019 اون كوبل بعد عام سيليباتير. فسر لي معلوماتي دخلت بعضها. باهي فصل عامين سيليباتير. Je cherche encore l'amour de ma vie. L'amour de sa vie. عايشكم ملا. قل لي توا شنو هما المواصفات؟ جماعة يستناو شنو هما المواصفات؟ نحبوا اسمعي كيما جيجي. المهم يجي. تكون عنده شخصية. خويا تعرفش كيفاش يخاف عليا ويحبني ويهتم بيا، ذاك هو شحاجتي. الباقي كل ما يمشي. أموركم هانية. الفلوس شنو تعني لك في الحياة؟ والله حتى شيء. يزينا عاد يزينا. نحكي اي مالاش تعمل اي عادي، معناتها عندي ولا عنده كيف، معناتها نعرف برشا عندي انا اكثر من اللي عندهم هم. الله 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 الله. شاشة. الله سميتها شاشة يعني. مني فما شكون يعيط لك شاشة؟ لا لا عندك ما شاء الله أكثر من 43 ألف أبوني على اليوتيوب، وفي الانستغرام عندها أكثر من 240 ألف أبوني. اللهم لا حسد. والله خير. يا ربي طشنا من اللي بلهم. شكون بلنا؟ شنية أكثر حاجة بزار صارت لك مع الفان متاعك؟ يحب الاستعانة بصديق هذي ولا شنو؟ بزارة. بزاخ. والله يكلموني في الليل يقولوا لي نحبك. بيه والله برشا نمروات. اما مش بزاخ، كيفاش يدبروا نمرو؟ اي زي طول عرفتها، فما شكون قاعد يسيب في نمروي. شكون زاخ كان عرفتو قولوا لنا في كومنتير. طرفة اخرى ما عجبتنيش هذه، ظهرت لي مرة ان فات لما نسكن دارنا وبحذينا كلمة تاع لي بي تي في اللي تبيعوا تاع تلفز. عادنا هابطة من الدار قال لي اسمعني فما كادويت نهار سان فالونتان. اوه فما كادويت. دخلت نلقى برشا شكالت وتبادب وفازيت دونك ميرسي للطفله، خاطر الطفله ديجا كي شلقت بها شكون استدعيتها للدار ديرنييرمون. ميرسي. اي بلي ما عادش تحشموا ماما كي تراوني ما تقولوش راني مش لاحقه، معناتها ميسي مرحبا راني مقربه معاكم حتى فك. شاشه الله. نحن رانا كإيكيب مختصة عملنا تحرياتنا واكتشفنا اللي انتي منتحلة شخصية. شنية الحكاية؟ شنية ذي منتحلة شخصية؟ شخصية شكون منتحلة؟ شهرزاد. ساعة مبروك الديكور الجديد. عايشك مرسي متى ما تعمل لي جاكا كرا وعجبك ساعة يطشنا. شلا ربي نبالي لربي ونعملو ديكور. مرحبا بيك. ديكور داري داري داري. اي ما تعمليش هكا وكا. اي هاربا لا توا هاربا. هذه راي معلومات مؤكدة ونحن كيبنا راي الصحفية ما تفادلكش. اعطيني شنية الحكاية صحيحة. اي اسمي مش شهرزاد. شهرزاد بديت حكايتها عندها 3 سنين. شدوا عندكم 3 سنين. هاي بعد ما عملت الاكسيدون. احكي لنا شويه فما ناس اللي اغلبيه تاع بنت تعرفني فما ما يعرفوش. احكي لنا شويه لهم باهي. الاكسيدون تاعي وقتها الحمد لله ربي كور جايه راني كنت يا جماعه كنت كور جايه نكور 24/24. دونك نهار من النهارات انا كور انا وليت خالتي صغار كنت سطحت الكره مشيت نجيب دولهم في الكرة لعبتها باتمان عادي من سبايدر مان باتمان مغرومة بالزاوية زايد كي يا أخي الخاتم وحلي في الشباك
فهمت. ما غير ما نكمل لكم الباقي تعرفوا شنو صار، ما ماكوش تتصوروا معناتها الالم والمشهد هذاك الفظيع. اما لقيت روحي يدي مخيطه في كرشي شهرين. فهمت. صحيح ديك باش الجلده نتاع الكرش تشد في الصباع، في الصباع ولا باش تنمو الجلده نتاع الصباع وباش ما يضطروش هكاك ما نجموش ينحيو ديجا جلده من بلاصه اخرى، لازم فهمت. لازم تصير عمليه زراعه، هي تسمى العمليه ماغريغور. دونك يحطوا يخيطوا صباع في الكرش ويخليوها لاصق باش الجلده نتاع الكرش تشد في الصباع. جماعه سيونس طلباش الحصيل لاباس المفيد. الحمد لله سبع عمليات، الحمد لله بعد سبع عمليات ما شاء الله على اختي تبارك الله. اجي واحدة جديدة قولي ان شاء الله لاباس على بكري. لاباس لاباس قدرة ربي، هي قوية راهي وهذاك هو اللي يعطيك فرص. هي نقول لك من الضعف تصنع قوة، خاطر من الحكاية هذيك بدات حكاية شهرزاد. انا اسمي الحقاني ماهو شهرزاد او باش نقولوا استنى نفسر لكم عليه، خاطر وقت اللي كنت الطفله هذيك فما برشا عباد استنيتهم باش يكونوا معايا يا اخي خليوها بي. فهمت. يعني وقت الشده وقت محنتك والعمليات هذيك ومشين بجينك على السبيطار وكذا كذا كذا، برشا ناس ما وقفتش معاك وقتها سن مراهقه. فهمت. صعيب. كان عندي بيتي امي بيتي امتى دونك مالوغوزمون تخاني خيانة. نتصور الحكاية هذيك أثرت فيك أكثر من صبعك في حد. هذيك هي اللي قلبت الشخصية، خاطر أنا حلفت قلت كي باش نخرج معتها من السبيتار باش نوري شكون الإنسان هذيك عليه معتها اللغة، قولوا احنا لغة تحقرت عليه عملت لي هكيكة وقت اللي أنا ما كنتش خايب. دونك خرجت وليت شارزيت انستغرام وفازيت اما الحمد لله ندمو. وهو وينو تو ندمو. وينو تو والله يا عنده تو بريسك 3 4 سنين لحال حبيبي باش نرجع انا وياه. ابدا ابدا لن اقبل لن اقبل ابدا والله انني فتاة اخرى قوية. اي تحب تعرف الاسم؟ لا. اسمك باش تقعدوا تفرجوا لاخر الحلقة باش تعرفوا اسم شهرزاد. اي جوست هذاك خاطرني نحب على الاخر هذاك علي خطات الحلقة نتاعها باش نقول اسمي سينو عمري ما قلت راني حتى نهار ماني ما كنتش بوكو بوكو بوكو. شاشة معناها انت فنانة وتحب الموسيقى حساسة ورقيقة، شنو ستايل الموسيقى اللي تعجبك؟ متى ديديكاس خاطر وليت نقرا في الكونسيرفاتوار باراديت تاع جماعة ميراث. اوه ديديكاس سبيشال ديديكاس. اكثر غنية تحب تعملها كفر شنو هي؟ شنو نجيب بالك؟ ايفانيسونس ايفريبوديز فول. I know the truth now I know who you are and I don't love you anymore and never was and never will be. You're not real then you can't save me and somehow you've got everybody's fool. باهي كان جيت رابر شكون تكون؟ عايش تقولي من تونس. قال يا يا منين تحب منين تحب؟ كاردي بي كاردي بي كاردي بي اي مالا عالفاز باش ترابيلي. ايواش اختار لي غنيه راب خويا باش نسهلوها تونسيه ورابيلي. لازم نغني غنيات من غني اللي تحب المفيده راب رابيلي تو. عندي غنيه نحضر فيها راب. اوهو رابر زيد قلت لكم شي ما خلات ما عملت ما جيتش الرابي جاي نحكي في حكايتي يا وصلها في قلب غنية فماشي ما يفهموا الحكاية فماشي ما يقيلوا والداي فماشي ما يحسوا بيا تقول شادين اسمي لاتي حالي نستاهل وشوية فيا لسميتهم صحاب قاشنية عايشة وقراب اما في اقرب فرصة نقول يا ما صاب كن نرجع شوية بالوقت راني كيفهم صفقت اما خليني هكا وهذه زيت القفة ولفقت عشتهم الجو هويهم تقطيع وتريش جنج صيام مان كمان يا يا كاريبي متاع تونس خويا معلمة سكرتها استني 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 وغنيتها ان شاء الله تهبط. فما برشا برشا غنيات جايين، فما ستيل جديد جاي اصلا، فما خدمة جديدة مهبولة على الاخر جاية
بروجينمون انت تكتشفوها مع شكون. نحي هذه خليك سري واحكي لي على جديد. فما جديد خاطر راب ستوريات شيء كبير، فما دي كولابوراسيون، فما احكي لي. فما بيانتو فيديو باش تكون مع بيكي فيها محمد بوغلاي aussi، تحيه ليه. فيها شيماء aussi تعرفوها ديجا. كي تعمل ديو مع فنان شكون يكون؟ من تونس. من منين تحب؟ ايفانيسانس. ايفانيسانس باهي برشا، باهي برشا. شكون احسن يوتيوبر عندك؟ ايوا باش نحي شعري. ركز لي عايش. ايوا ايوا حساباتك الكل لكايا في تونس. في تونس في تونس في تونس في تونس. ما بتتبسس بلعت. يلا اسمعني سؤال راهو هذايا نتاع تحدي. بتعمل لي مشاكل انت طاف. تصرف عاد انت ما عاد كيفاش باش تجاوب. ليه خاطر صحابي الكل عليه هكا. صحابك شكون الاقرب لك؟ شكون صار؟ نحب نقول بون شانس لوغ سوجي. وي في سادي ان شاء الله منورنا خويا. منورنا منورنا على الاخر في لبنان. يهزلنا بلي هكا ضرب وتونس افرح بينا. ما تنساش باش تجيب حاجه في يدك. ديك هي باهي. ما انت مازلنا واحدين في السوجي. هاي هاي سي بون سوجي. بون كوراج. رانا معاك فهمتي. حاسين بيك اما انت جاوبني. امشي تي عليه تي عليه. يس ياسين وسامي سلموا عليهم. بعد ياسين ولا سامي الساعة؟ ايوه ايوه. هو محل قريبة من ياسين أكثر. ياسين صار نفسها قريبة له أكثر فهمت. حتى سامي مش خايب. سامي نحبك راني راه مش خايب. قالت لك يا سامي قالت لك مش خايب. لا لا يا سامي قالت لك مش خايب. يا سامي يا سامي والله لا والله لا. يا لا بعد عليه شو تقابلوا احنا بنياتنا. احمد دريابي. اي كمل لي الرابع وكهو. الرابع كهو اي خمان الزح والله يا اختي جي معاهم والله اصحاب انا وياهم حليل. فكرتوا تو عاد لا ولا لي بدي اجيب لك بيلوليني انا ديجا خمسه يا سيد. شنو هي دي لو تعني تعمل لي مشاكل. بلعت بلعت في السؤال هذا. لا والله لا والله 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 خاف ننسى واحد من بعد نترسين ياخذوا عليا اما سمحوني كان تعرفوكم كلكم اصحابي. بيكي بيكي قبل ما نختم معاك شاشة باش تقولنا شنو اسمك الحقاني كيما وعدنا اشماعة. نعرفوا راهو نورمال على الاخر معناها. ليه خاطر اول مرة راني سسبانس دونك تو نتاو نعملوا كتر. شو هو الاسم قديم محليه وامان معناتها ريسبكتي على الاخر ما نقدرش نحكي ياسر خاطر هو اسم خالتي الله يرحمها. الله يرحمها. دونك هي مات بالكونسير والكل. الله يرحمها. سميوني على اسمها خاطر عزيزه على الاخر في الفامي ونشبه لها كي وعندي الضحكه نتاعها ولي تخي. دونك الاسم محرزي. اتهنيتو ارتحتو. اي خاطر فما برشا ساعات نحل لايف هذايا باش نركز عليها. خاطر ساعات نحل لايف ولا في تصويره يجوني ياك العباد يكتبوا لي يا اخي تستعار من الناس بك العباد اللي عندهم تحريات والاف بي اي نتاعهم. تستعار من الناس بك يا اخي ماكش بيك ما تحبش تحكي على اسمك يا اخي. وبعد ولدك اللي بروفوكاسيون فهمتك. ما انت حبيت تفهم اللي انت صارت لك حاجه اكسيدون في حياتك قررت باش تبدل فهمتني الوجهه تاعك. بدلت الاسم وبدلت شخصيه نتاع محرزيه وليت شهرزاد. شهرزاد تقعد في الخدمه ما محرزيه تقعد كل مع القراب. دوك الناس اللي نحبها وتحبني تعرف محرزيه شنو هي وفات مش كيما شهرزاد اللي تشوفوا فيها. شاشه وي عندك شي ديديكاس؟ عندك شي حويجه تحب تقولها للي فان نتاعك؟ نحب نقول ساعه ميرسي لامي وبابا واختي وخويا ربي يفضلهم على خاطرهم هما واقفين معايا وموافقين ومشجعيني على الشيء اللي نعمل فيه. ميرسي ميرسي جو زيت ترو. اي نحب نقول زاده
الأقرب الناس ليا أمين عسيلي الانتيم متاعي المير متاعي عشت 8 سنين ولا 9 سنين في كل لحظة معايا في السراء والضراء والفرح والكل كل كل ربي فضلها هاي شاشة ربي فضلها هاي والببليك المزيان جوز أدوغ على الأخر واللي ما يعرفنيش ميسي شي جاو تعرفوا والله راني والله راني خايبة والله والله كان سمعت عليها حاجة خايبة منيش خايب وانتوما كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارتاجيوها وتعملوا ابوني وتجانيو وتكومنتيو وتراتيو اوي يلا اوي يلا جانيو وتكومنتيو تبارتاجيو تحكيو باندا دايريز لمتعاتكم تشاو تشاو I got broads in Atlanta.